السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نلعب لعبة جديدة بالقناة، واللعبة هاي احنا كلش نحبها ونلعبها في يومية وجديدة على القناة ومنزليها، وهي لعبة براون ستار. فقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تسوون لايك وسبسكرايب وخلونا نبلش. اوكي بلش الجيم الاول. اوكي يوسف، طبعا فكرة هذا التحدي او الجيم جمع جواهر واللي جمع اكثر هو اللي يفوز. لازم نجمع 10. اوه يوسف انت عندك هاي 9 8. انت عندك 2. طبعا هاي شخصية انا كلها قوية. يجي تر بس خلص. عندك كلاس ولا اسطورة؟ جمع بعد، حاول تجمع. شوف يوسف انت ارجع لي ورا. انا عندي اوبا والله اسطورة. خلص والله اسطورة بس لا تموت. يوه جلد 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 جلد. لا يوه اوه يقعد انا شوية اموت والله. انا عندي هاي 6. اوكي خلطت والله هواية. جلدت والله 100,000. طبعا اني هذا سكن شعره وردي او احمر. هذا هو اني. انا هذيك عندها قبعة لونها هاي القبعة لونها اصفر اذا تشوفوها. نعدها 6. ذيك فوقها 6 جواهر عندها. الشيء اللي يضرب جواهر. احنا كلنا عندنا شيء يضرب يوسف. اوكي يوسف ترى والله تكتب هواية ناس. اوكي إذا شوفوا انا عندي 7. شايفين هاي 15 14. هذه هذا حبه لو 0-0 احنا نفوز. ايه نفوز احنا لانه مجمعين 11. بس يا رب يمكن لا 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 او ماي جاد او ماي جاد. او ماي جاد اوكي يا جماعه خلينا نخش بالجيم الثاني. اوكي طبعا بلشنا الجيم الثاني. اوكي يوسف هم ان شاء الله طبعا سفتنا الدور الثاني هو طول الباتل رويال، يعني مو جمع جواهر بس اقتل لحد نفوز. طلب كل الناس. اوكي يوسف وجه الاسطوره. شايف هاي الخضره زي الهيله. طبعا هاي الخضره اللي ناخذها لفوق اني 3. طبعا انا غيرت الكدي ما يدري. فهاي الخضره فوق الثلاثه العب هوايه. يوسف عنده هوايه يمكن 12. انا عندي بس 5 بس ان شاء الله يعني بالمستقبل اجيب. ويوسف نبلش اللعبه قبل يلعبها فليش بجمع هوايه. يوسف بس عندي تاتا خليك طلع خليك تاتا. هاي المشكله او ماي جاد. شنو يوسف دبل او ماي جاد. اوكي انت اوكي عندي تشيس صدق. اوكي يا رب سكين يا رب سكين. لا 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 سكين سكين لا اخر شيء سكين اخر شيء سكين. اوه هذا كلش زين. هذا مصارع كلش زين. اوكي اوكي بلشنا بالجيم اللي بعده. اوكي ثالث يوسف تعال عندي نص 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 نص. اوكي صورة وانا حطيت سكين على البريمو. اوكي اوكي يلا يلا عادي عادي بس لو اخذ الموت طبعا ماي. يوسف شايفين التايمر فوق ومات فحيعيش مره ثانيه بعد 5 ثواني. 4 3 2 1 صفر. عادي يوسف يلا يانا ترسم يا ابني. هلاو هلاو. اوكي ندور على ناس ثاني هسه. يلا يا ناس تعالوا. ايوه ناس من وين؟ لازم نتسلل. لا 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 اوكي يا جماعة تتوقعون نقدر نفوز بالجيم الرابع؟ يلا انا الحين احاول احاول اجمع من هذول الخضرات على مود تزيد هيلنا. المود انا اكو ناس هو انا متاكد عندهم هيل كثير. اوكي نحاول ندور على ناس. من يمكن انا شفت واحد. شفت ناس؟ انا همين شفتهم بالبش اللي قدام الكبير. انا ما ادري شنو يعني بش. لا 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 ما في يعني هيل من هيل. كلهم ما اكون شنو يعني هاي الزرع اللي تختبئ بيها.
نخبئ يعني. اوكي. اوه يوسف حتى انت لما تاخذها وحدك يزيد عندي هم. اي اي إيه. اوكي حلو. يعني شوف سنة اربعة صار خمسة. اوكي. اوكي حلو حلو. لان اعتقد لان احنا فريقين ف دمي اكثر. دمي 8000 8000 يا عمي. اوه 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 من جاي يوم هو؟ والله ون شوت يوسف القضية. أيوة يوهو جبته جبته. هذا ون هذا ون 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 روح على واحد ثاني. لا 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 كيف يوم يوسف؟ انفلتت منه يوسف والله حمد حي دمتني يوم موتت. اوكي تعال يوسف جبته. اوكي اخو واحد اخو واحد اخو واحد يوسف يوسف يلا اخو واحد. ايوه ايوه جون سينا. وين زين تعال تعال. يس او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد ايش دان والله معرقين. اوكي هسه يا جماعه بلشنا بالجيم اللي بعده. اوكي يوسف يوسف لا حموت لا اوكي يا جماعه فزنا بالجيم طبعا السادس هسه. اي السادس يلا نشوف اذا حنفوز لو نخسر نفس الخمسه جيم اللي فزناها. والله مستحيل يعني خمسه جيم ورا بعض. انا يعني محترفين محترفين باللعبه. السادس مستحيل انه انا مجربيها بس محترفين ما ابي. انا مو مستحيل ليش اصلا مجربها من زمان اعتقد يوسف. انا اصلا متعود على شيء تحكم وتشكل ناس واحد. متى ليش؟ لا هي أنا قمر. والله أنت والله عبوا العزيز. أوه ماي جاد. يا جماعة. لا لا. والله أصلا. أوكي يا جماعة طبعا هسه بلشنا الجيم اللي بعده. ان شاء الله هم يفوز طبعا. ما ادري ايش هذا قاعد افوز اليوم. ما ادري اليوم عاد يفوز. انت خذها اني رايح ادور على الناس. لازم نقتل الناس. درعم سووا شغلات لازم. يلا عندي فوز. هذا قوي هذا قوي هذا قوي صح؟ لا اقتل عليه. بسم الله. لا لا جدا يا ديت. او ماي جاد يا بركت لك هي هو ذاك او ماي جاد. قلت لك انا قلت لك بسرعه توصل يا تبرك. او ماي جاد كم واحد يا اخ والله سوري يا الله ليته هو ورا تعال من 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 ورا. لا احد لا لا بس تعال مين خالد لا يموتون حلوين. اوكي ان شاء الله غيرت سكنك حيل صار. وانا خليتك تسكني يطلق من بعيد. انا سكني هذا بطوق بطريق بطريق اسف بطريق 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 طيب. هذا اللي اسمه هذا عندي هذا قوي هذا قوي عندي اسكن.
اوكي يا جماعة لينا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا تسوون لايك وسبسكرايب وفي مالا